بسم الله الرحمن الرحيم، اعزائي طلبه وطالبات كليه الطب في كل مكان، وخصوصا طلاب الفرقه الاولى طب بشري نظام حديث، اهلا بيكم. دكتور احمد فريد، مدرس حيوانات وامبريولوجي كليه الطب جامعه عين شمس، يرحب بكم. وهنتكلم في الفيديو ده عن استكمال الريجنز المختلفه اوف اوفر فيو اوف ذا ابر ليمب. هنتكلم عن ريجن مهمه جدا جدا لما فيها من جميع الكونتنتس المسؤوله عن تغذيه الابر ليمب، سواء كانت اوعيه دمويه او نيرفز، وهي منطقه الاكزيلا. وفي الفيديو ده بالتحديد هنتكلم عن الباوندريز اوف ذا اكزيلا، يعني الجدران او المحيطات او الحدود بتاعه الاكزيلا فقط، ومش هنتكلم عن الكونتنس. هنخصص للكونتنس فيديو اخر ان شاء الله، بس في الاول لازم اعرف يعني ايه اكزيلا. على فكره الاكزيلا دي مش اورجان تقدر تمسكه بايدك كده، نو. الاكزيلا از سبيس، سبيس اتخلق بسبب توزيعه العضلات المختلفه للابر لمب، سواء من قدام او من ورا، اتوزعت بطريقه معينه بحيث خلقت بين العضلات دي سبيس او انترا ماسكولار او انتر ماسكولار سبيس، فراغ بين عضلات الابر لمب المختلفه. هذا السبيس ينقل جميع الاوعيه الدمويه والاعصاب المسؤوله عن تغذيه الابر لمب. ينقلها منين؟ ينقلها من النك من فوق، يدخلها للابر لمب. تعالوا كده نتفرج ونشوف ايه المقصود بكلمه اكزيلا. زي ما انت شايف دي صوره تخيليه رسمه للثوراسيك وول من فوق، مع الكلافيكل، مع الاسكابيولا، مع الهيومرس، كويس؟ فانا بقول لك تعريف الاكزيلا دي هي عباره عن سبيس between the upper part of the arm and the upper part of the chest wall. يعني من الاخر الاكزيلا دي هي الابط او الفراغ الابطي بتاعنا وبتاع حضرتك، الفراغ الابطي. يعني لو حطيت ايدك تحت باطك كده او في الابط بتاعك هتلاقيه مقفول بسكن، لو فتحنا الجلد بتاع تحت الابط ده هتلاقي فيه سبيس جوه تقدر تدخل ايدك فيه. هذا السبيس هتلاقيه يقع بين الهيومرس وبين الابر بارت اوف ذا تشيست وول. وشكل السبيس ده وشكل توزيعه العضلات حواليه علشان تخلق هذا السبيس شكله بيراميدال، شكله بيراميدال. يعني هذا السبيس متسع من الاسفل وضيق من اعلى، وله اربع جدران: انتيرور وول، بوستيرور وول، ميديال وول ناحيه التشيست وول، لاترال وول ناحيه الهيومرس، وله ايبكس من فوق او مدخل، وله قاعدة او بيز من تحت اللي هي الابط بتاعنا اللي مقفول بالجلد. لما تيجي تحط ايدك تحت باطنك كده تلاقيه مقفول بجلد، مقفول. لو اتفتح هذا الجلد لا قدر الله يعني وعملنا ديسكشن فيه ودخلنا، هنلاقي نفسنا موجودين جوه هذا الفراغ البيراميدال شيب، والفراغ الداخلي ده هو ده الاكزيلا. لكن الوولز اللي انت شايفها دي جدران الاكزيلا وليست الاكزيلا شخصيا. يبقى انا قاصد بالاكزيلا ذا سبيس، السبيس اللي بين المسلز اوف ذا فرونت والمسلز اوف ذا باك، وفي نفس الوقت بين الهيومرس اند ذا تشيست وول. الفراغ اللي هيتخلق بين العضلات الاماميه والعضلات الخلفيه والهيومرس والتشيست وول ده اسمه اكزيلا. لو بصينا على الفراغ ده هنلاقيه بيراميدال ان شيب، ضيق من فوق في المدخل بتاعه، واسع في البيز بتاعته من تحت، وله اربع جدران. بص معايا كده اهو، شايف؟ ادي الهيومرس وادي التشيست وول، وادي الابط بتاعنا البيز اوف ذا اكزيلا، وادي الايبكس. طب الاكزيلا دي ربنا سبحانه وتعالى خلقها ليه بالشكل ده؟ لانها تعتبر بوابه للابر لمب، بيدخل منها اي حاجه مسؤوله عن تغذيه الابر لمب، سواء كانت اوعيه دمويه او اعصاب متغلفه جوه الشيث اللي انت شايفه باللون الاحمر ده، جايه من الرقبه وداخله على الابر لمب، جايه من النك وداخله على الابر لمب، بيهايند ذا كلافيكل، من خلف عظمه الترقوه. تمام؟ يبقى هي بوابه للابر لمب. حلو قوي. ليها ايبكس زي ما اتفقنا، وليها بيز، وليها اربعه وولز: انتيرور مكونه بالعضلات الاماميه اللي هي البيكتورال ماسلز، بوستيرور مكونه بالعضلات الخلفيه، لاترال مكونه بالهيومرس، وميديال مكونه بالتشست وول. تعال بقى نعرف كل منطقه في دول ايه المحيطات بتاعتها او ايه اللي بيحدها من الجهات بتاعتها. نبدا بالايبكس اوف ذا اكزيلا، وبص على الصوره دي. دي صورة واحد أنا باصص على كتفه من فوق، توب فيو، كأني راكب طيارة كده وباصص على كتفه من فوق. فقدامي الكلافيكل رايحة تعمل ارتكيوليشن مع الأبر بارت أوف ذا سكابيولا، وأدي الفيرست ريب. يبقى أنت لو قعدت أي واحد وطلعت ركبت طيارة وبصيت عليه من فوق، أو لو قعدته على كرسي ووقفت أنت كنت واقف وهو قاعد وبصيت على كتفه من فوق، هتلاقي المنظر ده: الكلافيكل والسكابيولا والفيرست ريب. التلات عضميات دول هم اللي عاملين باوندرز للانلت او للايبكس او لمدخل الاكزيلا. وبما انه هو المدخل الذي من خلاله بتدخل الاوعيه الدمويه
والاعصاب المسؤوله عن تغذيه الابر ليمب من الرقبه الى الابر ليمب، فعشان كده سموا المدخل ده او سموا الفتحه دي او سموا الايبكس اوف ذا اكزيلا سيرفايكو اكزيلاري كانال، يعني القناه التي تربط النك سيرفايكو والاكزيلا اللي هو الابط بتاع حضرتك. يبقى اذا ايه هي السيرفايكو اكزيلاري كانال؟ ده المدخل بتاع الاكزيلا، ده الايبكس بتاع الاكزيلا اللي من خلاله بتيجي الاوعيه الدمويه والاعصاب من الرقبه وتدخل جوه الاكزيلا علشان تعدي في الاكزيلا اللي هو البيراميدال سبيس وتروح تغذي الابر لمب بتاعنا. تمام؟ يبقى دي الايبكس محاطه بثلاث عضميات زي ما انت شايف، كلافيكل وسكابيولا والفيرست ريب، وهذه الايبكس او هذا المدخل بيبقى بيهايند ذا كلافيكل، المنطقه اللي انا بنور فيها الليزر دي بيهايند ذا كلافيكل. بعد كده عندنا البيز، الراجل ده رفع ايده اهو، ودي الكلمه اللي كنت بقولها لك في اول سلايد، لو حطيت ايدك تحت باطك هتلاقيها مقفوله بجلد، لو فتحت هذا الجلد لا قدر الله وعملت ديسكشن فيه، يعني لو احنا عندنا كاديفر او عينه بنعمل فيها ديسكشن، هتفتح الجلد ده هتلاقي ايدك دخلت جوه في سبيس بين عضلات البيكتورال ريجن وبين عضلات الباك، هذا السبيس اسمه الاكزيلا. يبقى البيز او الفلور اوف ذا اكزيلا هو الابط بتاعنا، الارم بيت او الاكزيلا دي فصه اللي هي دي اللي مقفوله، طبعا مقفوله بسكن وسوبرفيشال فاشيا وديب فاشيا، وبما ان الديب فاشيا موجوده في منطقه الاكزيلا ممكن نطلق عليها مجازا اكزيلاري فاشيا، وده الغلاف الطبيعي بتاع جسمنا كله بيبقى جلد تحتيه سوبرفيشال فاشيا تحتيه ديب فاشيا زي ما خدنا في الانتيجومنتري سيستم في الانترودكشن زمان. يبقى كانت الايبكس مدخل الاكزيلا بيهايند ذا كلافيكل، كانت البيز او نهايه الاكزيلا هي الابط بتاعنا بالمنظر ده وكان مقفول بسكين اند فاشيا. طيب لو فتحنا بقى البيز دي ودخلنا جوه يا ترى ايه اللي هيكون قدام؟ برافو عليكم، الانتيرور وول اوف ذا اكزيلا احنا هنا فتحنا اهو البيز ودخلنا جوه، لو انت مدخل ايدك جوه بيهايند الوول ده هتبقى موجود بيهايند ايه؟ هتبقى موجود بيهايند البيكتورال ماسلز. برافو عليك، يبقى الانتيرور وول اوف ذا اكزيلا فورمد باي 3 ماسلز اسمهم بيكتوراليس ميجور، اللي لو شلناها هنلاقي تحتها البيكتوراليس ماينور والسابكليفيوس، وقلنا الفاشيا اللي رابطه بين الاثنين كان اسمها كلافي بيكتورال فاشيا اللي كانت قافله الفراغ اللي بين السابكليفيوس والبيكتوراليس ماينور. يعني بمنتهى البساطه ده انتيرور وول بتاع الاكزيلا بتاعت حضرتك البيكتورال ماسلز بتاعت حضرتك. طب البوستيرور وول قلنا ان السكابيولا من ورا كانت موجوده ورا صح؟ الانتيرور اسبكت اوف ذا سكابيولا في الفيديو اللي فات كان مفروش بعضله، كانت عامله الانتيرور بارت بتاع الروتيتور كف، كان اسمها ايه الساب سكابيولا الفصه؟ كان عليها عضله اسمها ايه؟ برافو، ساب سكابيولاريس. ومعايا كمان التيرز ميجور ومعايا اللاتسمس دورساي وهي جايه من ورا عشان تروح تمسك في الهيومرس. يبقى اذا البوستيرور وول اوف ذا اكزيلا لو انت حاطط ايدك داخل الباط هتلاقي ايدك سانده على الساب سكابيولاريس وعلى التيرز ميجور وعلى اللاتسمس دورساي. تمام؟ يبقى كده الانتيرور وول كانت بيكتورال ماسلز، البوستيرور وول كان الساب سكابيولاريس اللي نايمه على السكابيولا مع التيرز ميجور مع اللاتسمس دورساي. طب ايه رايك في الميديال وول؟ احنا قلنا ان الميديال وول هي الابر بارت اوف ذا تشيست وول. الابر بارت اوف ذا تشيست وول عباره عن ايه؟ عباره عن ضلوع صح؟ طب وكانت ايه العضلات اللي بين الضلوع؟ خدتها في الثوراسيك وول اوفر فيو، كان اسمها انتركوستال ماسلز. طب ايه العضله اللي كانت بتربط الابر لمب بالسايد اوف ذا تشيست وول في البيكتورال ريجون اللي كانت مصبعه؟ برافو، السيريتس انتيرور. يبقى اذا ذا ميديال وول اوف ذا اكزيلا هو الابر بارت اوف ذا ثوراسيك وول الذي يتكون من ثلاث حاجات، ضلوع الابر 4 او 5 ريبس مع الابر 4 انتركوستال ماسلز مع الابر بارت اوف ذا سيريتس انتيرور ماسل، يبقى كده ثلاثه مكونات. يبقى الايبكس يا دكتور من فوق كانت بين السكابيولا والكلافيكل والاوتر بوردر اوف فيرست ريب، اهي المدخل اهو. الانتيرور وول كانت الثلاثه بيكتورال ماسلز، البوستيرور وول كان سب سكابيولاريس وتيريز ميجور ولاتسمس دورساي، ثلاثه برضه. الميديال وول ثلاث حاجات اللي هو الريبس والانتركوستال ماسلز والابر بارت اوف ذا سيريتس انتيرور ماسل. يتبقى اللاترال وول، اللاترال وول هتبقى الابر بارت اوف ذا هيومرس طبعا مع الماسلز اوف ذا ارم، الهيومرس مع المسلز اوف ذا ارم، ومش هقول اساميهم ان شاء الله لما تدرس الارم هتعرف ان الكوراكو براكياليس مع جزء من البايسبس مع الهيومرس يعملوا اللاترال وول اوف ذا اكزيلا، وبالمناسبه دي اضيق وول فيهم، اضيق وول. يبقى مين اوسع وول؟ الميديال وول. مين اضيق وول؟ اللاترال وول. يبقى اذا ده مكان الاكزيلا اهو اللي انا بنور فيه الليزر، شايفه؟ ده السبيس بتاع الاكزيلا.
كان متغطي من قدام بالبيكتورال ماسل، شلناها ولقيناه نايم على مين؟ نايم على السابس كابيلاريس والتيريز ميجور واللاتسموس دورساي من ورا. طيب الميديال وول كانت الابر ريبس والانتركوستال ماسلز والابر بارت اوف سيريتس انتير. طب اللاترال وول كان الهيومرس بالماسل اوف ذا ارم. وبكده يبقى عرفنا الباوندرز بتاعت الاكزيلا بتاعتنا، وفهمنا يعني ايه اكزيلا. ده يعني سبيس موجود بين الارم وبين الابر بارت اوف ذا تشيست وول، وهو عباره عن بوابه او مدخل او فراغ بينتقل من خلاله النيرفز والفيسلز المختلفه اللي هاخدها في الفيديو الجاي، لنازله تغذي الابر ليم، توصل للابر ليم بانها تعدي من ورا الكلافيكل، تعدي في الايبكس اوف ذا اكزيلا المفتوحه اللي اسمها سيرفايكو اكزيلاري كانال، وتمشي جوه الاكزيلا عشان توصل للابر ليم. وكده يبقى خلصنا الباوندرز اوف ذا اكزيلا. الفيديو القادم ان شاء الله ميعادنا مع الكونتنتس اوف ذا اكزيلا. الى ان نلتقي، اترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.